الأمر الثاني، حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء في ذلك اليوم حتى يمسح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، إن قالها صباحا لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، فإن قالها مساء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. هذه وقاية، هذه حماية، هذا إذا صح التعبير تطعيم رباني، درع، نعم، تحمي نفسك.